أيام على اعتقال الشيخ حميد العيساوي ونجله من قبل قوة مجهولة داهمت المدينة دون علم القوات والسيطرات المنتشرة حول المدينة والتوجه به إلى بغداد. مجلس مدينة الفلوجة وعشائرها طالبوا الحكومة الاتحادية بإطلاق سراح العيساوي ونجله وكشف ملابسات ما جرى كونه من الشخصيات التي لا توجد أي مؤشرات أمنية ضدها، وأن تكون أوامر تنفيذ القبض من قبل الجهات الأمنية للميليشيات المسلحة المجهولة بحسب المطالبين. صارت حادثة بأخذ الشيخ حميد جاسم زويد من وسط مدينة الفلوجة، تجي قوة داهم بدون علم قيادة شرطة الأنبار وبدون علم قيادة شرطة الفلوجة وبدون علم رئاسات المجلس، ونطالب دولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بالإفراج عن الشيخ حميد زويد وولده، ونطلب بأن هاي المداهمات وغيرها والمتابعات الأمنية بيد الدولة المركزية وليس بيد الميليشيات. وبعد مطالبة ذوي المعتقلين لقيادة عمليات شرق الأنبار المسؤولة أمنيا عن الفلوجة بكشف ملابسات الأحداث، أكدت بأن لا علم لديها بدخول تلك القوات المجهولة حسب قولهم، وتم الاعتماد على كاميرات المراقبة القريبة من مضيف الشيخ العيساوي وما تم تسجيله للتعرف على المنفذين، حيث تم إرسالها إلى الجهات المختصة في بغداد لكشف الملابسات. وجدنا هناك تعاون كبير واستجابة كبيرة من قبل القيادات الأمنية وخصوصا قائد عمليات شرق الأنبار لواء سعد حربية وكذلك مدير شرطة الفلوجة، وأخذوا كل ما استطاعوا أن يحصلوا عليه من تسجيلات الفيديوهات وغيرها لهذه السيارات أو القوة التي داهمت، ورفعت كل ما لديها إلى حكومة المركزية في بغداد. نناشد الحكومة يعني أنه إسراع الجهات الأمنية للحكومة بغداد، انه نطالبهم انه بس يشوفونا عن مكانه، انه الشيخ وين موجود حاليا ويطمنونا على صحته. فيما